بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة معادنا مع درس جديد من دروس مادة الحاسب الآلي، وإن شاء الله النهاردة هندرس مع بعض الوحدة التانية، والوحدة التانية بنتكلم فيها عن لغة الترميز HTML، وهنتعلم بإذن الله النهاردة إن شاء الله إنشاء صفحات ويب باستخدام لغة HTML. هنتعلم إزاي نعمل صفحات ويب باستخدام اللغة بتاعتنا اللي هي لغة HTML. طبعا زي ما اخدنا كده في اول درس مع بعض ان لغة HTML تستخدم في انشاء صفحات الويب الثابتة والتفاعلية، لكن التفاعلية بنضيف عليها بعض اللغات الاخرى زي لغة جافا سكريبت ولغة PHP. تعالوا نبدأ مع بعض كده شباب الاسئلة. السؤال الاول، اختر الاجابة الصحيحة. اوامر لغة HTML تسمى ايه يا شباب؟ body ولا head ولا tags ولا title؟ الأوامر يا شباب اللي بكتب بيها اللغة بتاعتنا هي تسمى تاجز. يعني ايه أوامر ويعني ايه تاجز؟ هي عبارة عن رموز احنا بنكتبها علشان الكمبيوتر بتاعنا يتعرف ان احنا بنعمل ايه دلوقتي. احنا بنكتب عليه بلغة HTML اللي هي بتعمل ايه. لغة HTML اللي هي بتنشئ صفحات نت، اللي هي بتنشئ مواقع على الانترنت. رقم 2، تنقسم صفحة الويب الى قسم واحد فقط ولا قسمين ولا ثلاثة اقسام ولا اربعة اقسام؟ صفحة الويب يا شباب بتتقسم عندي لجزئين، جزء اسمه هيد وجزء اسمه بودي. جزء الهيد اللي بيتكتب فيه المعلومات الرئيسية زي العنوان، أما البودي بيتكتب فيه بيتحط فيه كل المحتويات اللي بتبقى داخل الصفحة بتاعتي زي الصور والفيديوهات والملفات الصوتية والارتباطات التشعبية. يبقى احنا قلنا ان في عندنا كام قسم كده، في قسمين، هو قسم اسمه هيد والقسم التاني اسمه بودي. رقم 3، عنوان صفحة الويب يكتب بين بداية ونهاية الأمر body ولا ايه ولا head ولا title ولا image؟ عشان أكتب عنوان صفحة الويب فأنا محتاج أمر. أي حاجة بعملها شباب على بلغة HTML أنا محتاج أوامر علشان ينفذ لي الأمر بتاعي. طب إيه الأمر اللي أنا محتاجه علشان أنفذ حاجة اسمها العنوان؟ عشان أكتب عنوان، عشان أحط عنوان لصفحة النت بتاعتي، الأمر بتاعي اسمه title. title معناها إيه؟ العنوان. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ تعالوا مع بعض كده نفتح برنامج النوت باد. برنامج النوت باد يا شباب هو برنامج كتابي، هو زي ما انتم شايفين كده هو عباره عن صفحه بيضاء. الصفحه دي انا بعمل فيها ايه؟ انا بكتب فيها صفحات اللغه HTML، بكتب فيها بلغه ايه؟ بلغه HTML. طيب اول امر هكتبه يا شباب هو عشان اعرف الكمبيوتر بتاعي او النوت باد اللي انا بكتب بلغه HTML هو HTML. بعد كده بقفل العلامة، بعمل علامة أكبر منه أصغر من ما بين ال HTML. طيب تاني جزء عندنا أو تاني أمر عندنا أو تاني تاج عندنا زي ما اتفقنا إن اسمه تاج، هو التاج بتاع الهيد. الهيد اللي هو إيه؟ الجزء اللي فوق اللي أنا بكتب فيه إيه؟ اللي بكتب فيه العنوان. بعد كده بقفل الهيد ده، بعمل سلاش وبعد كده بكتب كلمة هيد. طيب المنطقة التانية زي ما اتفقنا هي منطقة الإيه؟ البادي. بعمل كده اكبر منه بعد كده بادي بعد كده علامه الاصغر منه بعد كده بقفل البادي، بعمل برضه علامه الاكبر من دي بعد كده بعمل سلاش وبعد كده بكتب كلمه بادي. في الاخر خالص بقفل HTML، بعمل سلاش وبعد كده بكتب HTML بعد كده بقفل. خالص يبقى انا كده عندي اهو الكود بتاعي عباره عن HTML فوق اهو مفتوح وتحت مقفول، هيد مفتوح وهيد مقفول وبادي مفتوح وبادي مقفول. الجزء بتاع الهيد اللي هو ما بين الهيد المفتوح والهيد المقفول هنا انا بكتب ايه؟ العنوان. طب العنوان زي ما اتفقنا من شويه قلنا بيتكتب بامر اسمه ايه؟ زي ما انتم شايفين كده امر اسمه تايتل. طيب هروح كاتب كده تايتل وهقفل التايتل بتاعي وبعد كده هكتب التايتل او العنوان اللي انا عايز اسمي بيه العنوان الموقع بتاعي. وليكن مثلا انا عايز اسميه السيده عائشة سكول، مدرسة السيدة ايه؟ عائشة. خلاص شباب هقفل بعد كده الايه التايتل بتاعي زي ما اتفقنا سلاش وبعد كده تايتل بعد كده بقفل الوسم بتاعي او بقفل الاقواس. لو انتم ملاحظين هنا انا هنا كلمة تايتل هنا مكتوبة بكابيتال وهنا مكتوبة سمول، واحنا قلنا لغة HTML لا تتأثر بالحروف الكابيتال والسمول، يعني لو سواء كتبت كابيتال او سمول مفيش اي مشكلة.
ولو دوست انتر تحت برضه مفيش اي مشكله. طيب تعالى نحفظ الكلام ده. بعد ما بنخلص بقى الكتابه بتاعتنا بتاعت العنوان، انا بروح اعمل سيف واسيف الفايل بتاعي ده، وليفترض مثلا هسميه مثلا ايه، عائشه مثلا. بعد ما اعمل عائشه بدوس دوت واكتب اتش تي ام او اتش تي ام ال وادوس سيف حفظ. هنا انا حولت الملف بتاعي من ملف كتابي نصي الى صفحه ويب. هروح كده على المكان اللي انا حافظ فيه اهو، ادي كده عائشه اللي احنا كتبناها اهي، ونيجي نفتح كده هلاقي بيحمل معايا هنا وبيبدا يظهر لي هنا زي ما انتم شايفين كده اسم الموقع بتاعي. الموقع بتاعي اسمه ايه شباب؟ زي ما انتم شايفين كده مكتوب اهو السيده عائشه سكول، بس الموقع بتاعي فاضي مفيش اي حاجه انا لسه ايه حطيتها. جميل قوي، تعال نرجع كده مع بعض ونشوف الاسئله. يبقى انا كده ضفت ايه؟ ضفت عنوان باستخدام الامر اسمه ايه؟ اسمه تايتل. رقم 4، محتوى صفحه الويب يكتب بين بدايه ونهايه الامر. دلوقتي انا عايز اضيف محتوى لصفحه الويب، وليكن مثلا كلام عايز اكتبه، نصوص يعني، او عايز اضيف صوره، او عايز اضيف ملف صوتي، او عايز اضيف فيديو. الكلام ده هضيفه في اي منطقه؟ احنا اتفقنا ان في منطقه الهيد بيتكتب فيها العنوان، ومنطقه البادي هي اللي بيتكتب فيها ايه يا شباب؟ بيتكتب فيها المحتوى بتاع صفحه الويب. رقم 5، يمكن كتابه اوامر لغه HTML بحروف صغيرة فقط ولا كبيرة فقط، ولا كبيرة أو صغيرة، أو لا شيء مما سبق. زي ما اتفقنا من شوية كده إن قلنا الأوامر بتاعت لغة HTML ممكن أكتبها سواء كانت بحروف كبيرة أو صغيرة، مفيش أي مشكلة عندنا. وزي ما قلنا إن المحتوى بتاع صفحة الويب بيكتب بين بداية ونهاية الأمر إيه؟ بادي. يعني هو فين الأمر بادي؟ بصوا كده مع بعض يا شباب، آدي الأمر بادي. آدي بادي أهوت مفتوح وبادي مقفول. هنا بكتب في الجزء دوت الفاضي ده، أنا بكتب فيه إيه؟ المحتوى. وليكن مثلا انا عايز اكتب جمله مثلا زي كلمه انا احب مدرستي مثلا، فهكتبها كده I love مثلا my school. قبل ما اخلص اي خطوه لازم اعمل سيف احفظ الكلام اللي انا ايه عملته ده. طيب وبعد كده بفتح صفحه الويب اللي انا كنت فيها وبعمل لها ريفريش. بصوا كده يا شباب، هنا هنلاقي على الجزء ناحيه الشمال هنا ظهرت كلمه ايه I love my school. يبقى انا هنا المحتوى بيضاف فين زي ما اتفقنا كده؟ منطقة الايه؟ البادي. منطقة البادي هي بيضاف فيها المحتوى. طب افرض انا رحت جاي هنا هو كده ورحت دايس انتر، نزلت خطوة لتحت، نزلت سطر لتحت، بقيت اي في سطر ولاف في سطر ولاف ماي سكول في سطر تاني، وعملت برضه سيف، هحفظ كده الكلام ده، وهروح على صفحة الويب بتاعتي، هعمل ريفريش. هل في اي تأثير حصل؟ لا. ليه؟ لأن احنا قلنا إن لغة HTML ما بتتأثرش لا بالإنتر ولا بالمسافات المتروكة ما بين الكلمات. يعني أنا لو كلمة love عملت مسافة ما بينها وبين كلمة my، شايفين كل المسافة ديت؟ هل ده هيظهر عندي في الصفحة؟ تعالوا نجرب كده مع بعض، نعمل سيف ونروح كده للصفحة بتاعتنا، نعمل لها ريفرش من هنا كده أو من F5. هل في أي تغيير حصل؟ لا، مفيش أي تغيير حصل. ليه؟ لأن قلنا إن لغة HTML ما بتتأثرش لا بالمسافات ولا بالإنتر اللي إحنا بندوسها. يبقى إذا طب عشان اعمل مسافه او اعمل اكتب على سطر او سطر واسيب سطر، انا هعمل ايه؟ هنا هنعمل اوامر، هندخل بعض الاوامر هي اللي هتعرفني ازاي نعمل القصه دي. خلاص شويه هنتعلمها مع بعض ان شاء الله. لكتابه اوامر HTML يتم وضع الامر بين علامتين. هل العلامتين دول ولا دول ولا دولت ولا دول؟ طبعا العلامتين احنا بنحطهم دايما هم علامات ايه؟ تعالوا نبصوا كده بقى على الاوامر بتاعتنا مكتوبه من علامات الايه؟ الاكبر من والايه؟ والاصغر من. يبقى اذا الاجابه هتبقى العلامتين اكبر من واصغر من. معظم اوامر HTML لها بدايه ولها نهايه. ليها بدايه وليها نهايه. طيب ليها بدايه، طب فين شكل البدايه اهو؟ ده شكل البدايه اللي احنا اخترناه فوق. طب فين شكل النهايه؟ اهي شكل النهايه اللي هي سلاش قبل الايه؟ قبل الامر. رقم 8، برنامج نقط يستخدم لكتابه اوامر HTML. البرنامج يا شباب اللي احنا كنا شغالين عليه ده اسمه برنامج ايه؟ بصوا كده اسمه فوق اهو نوت باد، برنامج النوت. النوت باد اللي هو النوتة او المفكرة اللي احنا بنكتب عليها اوامر لغة HTML. رقم 9، امتداد الملف النصي الخاص بلغة HTML. احنا لما جينا حفظنا الملف النصي بتاعنا دوت، وعشان نحوله للغة HTML او لموقع ويب،
انا كنت بستخدم امتداد ايه، اسمه ايه، اتش تي ام ولا اتش تي ام ال ولا كل ما سبق الاثنين دول؟ فعلا كل ما سبق الاثنين، لان انا ممكن احفظه بلغه بامتداد اتش تي ام او امتداد اتش تي ام ال. رقم 10، لاضافه عنوان لصفحه الويب نستخدم الامر نقط داخل منطقه الهيد. اتفقنا كده يا شباب؟ عشان اضيف عنوان ها بستخدم الامر اسمه ايه، تايتل، داخل منطقه الهيد. السؤال اللي بعد كده، ضع علامة صح او خطأ، لا يشترط كتابة اوامر HTML بحروف كبيرة او صغيرة. لو تلاحظوا كده اللي احنا كتبنا بعض الاوامر بحروف كابيتال وبعض الاوامر كتبناها بحروف سمول، يبقى اذا هنا ما عنديش اي مشكلة سواء كتبت بحروف كابيتال او سمول، يبقى طبعا الاجابة صحيحة. رقم 2، امر كتابة العنوان هو تايتل، يكتب بين بداية ونهاية الامر بادي. طيب تعال افتكر كده مع بعض، التايتل احنا كتبناه فين؟ ادي تايتل اهو، كتبناه في منطقة البادي؟ لا، كتبناه فين؟ في الهيد، ما كتبناهوش في البادي، يبقى هنا الإجابة هتبقى خاطئة. رقم 3، تتأثر أوامر لغة HTML بالمسافات المتروكة بين الكلمات أو بالانتقال إلى سطر جديد. طبعا قلنا الكلام ده إيه؟ غلط، اللغة بتاعتنا لا تتأثر بالمسافات المتروكة ولا بالانتقال لسطر جديد. رقم 4، تنقسم صفحة الويب إلى 5 أقسام. لو قلنا صفحة الويب بتنقسم لمنطقتين بس، هم منطقة الهيد ومنطقة الايه؟ البادي، يبقى اذا الاجابة دي هتبقى خاطئة. رقم 5، لكتابة محتوى داخل صفحة الويب يتم كتابته بين بداية ونهاية الامر بادي. فعلا قلنا المحتوى بيتكتب فين؟ في الامر بادي، زي ما كتبنا I love my school كتبناها جوه الامر ايه؟ جوه الامر بادي، طبعا الاجابة هتبقى صحيحة. رقم 6، امتداد الملف النصي الخاص المحفوظ بلغة HTML هو TXT. لا طبعا، ال TXT ده ملف نصي، انا عايز احفظه بلغه HTML، يبقى هو HTML او HTML فقط. رقم 7، كل اوامر HTML لها بدايه ولها نهايه. احنا لغايه دلوقتي اخدنا كل الاوامر ليها بدايه ونهايه، لكن احنا قلنا في القواعد الاساسيه للكتابه بلغه HTML ان معظم الاوامر ليها بدايه ولها نهايه، مش كلها، يبقى الاجابه هتبقى خاطئه. هناخد ان شاء الله بعض الاوامر ليها بدايه وليس لها نهايه. رقم 8، لكتابه عنوان لصفحه الويب نستخدم الامر تايتل. فعلا عشان اكتب عنوان لصفحه الويب انا بستخدم الامر ايه؟ تايتل. السؤال اللي بعد كده، اكتب المصطلح العلمي. برنامج يستخدم لكتابه اوامر لغه HTML، طبعا هو برنامج ايه زي ما اتفقنا؟ برنامج نوت باد. رقم 2، امتداد الملف النصي المحفوظ بلغه HTML، ها كنت بحفظه بانهي امتداد؟ عندك امتداد من اتنين، يا اما HTML باسم اللغة يا اما HTM. رقم 3، امر يستخدم لكتابة عنوان لصفحة الويب. طبعا عشان اكتب عنوان انا محتاج امر اسمه تايتل. رقم 4، لغة تستخدم لانشاء صفحات الويب الثابتة. ايه اللغة اللي بنستخدمها عشان ننشئ بيها صفحات ويب ثابتة؟ طبعا لغة ايه؟ HTML. منطقة يتم فيها كتابة المعلومات الأساسية للصفحة مثل عنوان الموقع. أنهي منطقة؟ إحنا عندنا منطقتين، منطقة الهيد ومنطقة بادي. ها طبعا هكتب العنوان في أنهي منطقة شغال زي ما اتفقنا؟ منطقة الهيد. وبكده يا شباب نكون وصلنا لسؤال المتفوقين. تنقسم صفحة الويب إلى قسمين، واحد واثنين، جاوب عليهم يا شباب، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.